صراحة عندما تحتك بهؤلاء الضيوف من مختلف المشارب وبعضهم قد يكونوا أخصام لبعض، هذه الحالة أعطتني شخصياً نظرة أشمل ووسعت من مدارك قراءتي للواقع العربي، خصوصاً أنك تعرف وش معطيات هذول الضيوف في اتخاذ مواقفهم في الحياة وأنصارهم من خلفهم بطبيعة الحال. بشكل عام هذا البرنامج أعطاني تجربة جديدة ومميزة كنت أطمح من فترة طويلة خوضها. أنا اليوم بعد ختم موسم الأول أصبحت أكثر فخراً بفريق العمل اللي بذل مجهود كبير في تجاوز كل هذه الصعاب والتنقلات بين الدول في فترة وجيزة والتنسيق مع هؤلاء الضيوف. خلال الموسم الأول جاتنا ردود أفعال على مستوى العالم العربي، أتمنى أن نوسع هذه الدائرة وأن نكسب شركاء ومشاهدين جدد ينصحوننا ويقدمون لنا كذلك الأسماء اللي يقترحونها والمحاور، وإحنا نعدهم في المقابل أنه هذا البرنامج ما يكون منصة متحيزة ضد أي طرف على حساب الآخر. أمامنا تحدي حقيقي في الاستمرار والصعود أكثر بنوعية الضيوف والمحاور وصناعة القصة.